السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقظى لا تنام، نم قرير العين واهنأ خاطرا، فعدل الله دائم بين الأنام، وإن أمهل الله يوما ظالما فإن أخذه أليم ذو انتقام. أنت زعلان ليه؟ هو أنت عندك شك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا عايزك بس هتاخد الكلمتين دول ابعتهم لغيرك، لعل الله أن يطمئن هذه القلوب التي تتألم. اعلم بأن الله يرى مكانك، يسمع كلامك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. أنت عارف وفكر معايا قصة أصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ خليك مطمن، والله حقك هيجيلك في الدنيا قبل الآخرة. اسمع إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. طيب قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. خلي بالك، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أنت زعلان ليه؟ كل اللي بيظلم ربنا بيعطيه على دماغه في الدنيا قبل الآخرة. شفنا الزلازل في دول أكلت كتير، شفنا الفيضانات ابتلعت المساكن والسيارات، رأينا بأم أعيننا ما يقر أعيننا. فلماذا اليأس ولماذا القنوط ونحن نعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء؟ أنت ما انتش عارف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فاتق الله وحاول ان انت ابتعد عن الظلم تماما، واعلم بان الحق سياتي اليك كاملا غير منقوص. هنختم بهذه الايه وهي في سوره العنكبوت، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اطمن اطمن اطمن، واعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي وعقوق الوالدين. أسأل أن يرفع الظلم عنا وإياكم، وأن ينصر إخواننا وأخواتنا في شتى بقاع الأرض. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.